ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ عليكم السلام يا جميل عمر. النهارده رجعت لكم فيديو جديد وعاملين ايه فيديو النهارده؟ لو انت اول مره تشوفني وتشوف القناه عموما انزل دوس سبسكرايب دلوقتي حالا عشان عايزين نوصل 50,000. معانا دلع لل 50,000 عايزين نحتفل بيه المره الثانيه فبسرعه. انت بيجح قوي. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وكومنت جميل عشان تاخد قلبي. ما تنساش تعمل فولو على الانستجرام وشويه الحاجات دي. اوكي مش عايز دي دي في دي نجيب له دي في دي. بص فكره الفيديو النهارده اتحبست في 40 فيديو قبل كده واتعملت كتير بس انا لازم اعملها بطريقتي. رب ارحمني بقى، عجل بعمري عجل بعمري عشان خلاص انا خلاص مش عايز اخش في حكايه الادمان. بص احنا هنبدأ حاجات خفيفة، يعني مثلا انت خد ده وانا خد ده. انتوا بتلعبوا واحد اثنين لسه ما بدأش. لا لما المعقول ثلاثة. كده احنا بالغالب خلصنا دي. بصوا انا مش عارف هو انت مين على بعض. نفس الكلام ده تعالى دمي كله شاي ده يا عم الشيخ حكمان. يا ولا يا زعيم يا ولا يا زعيم بس صنايع بس نينجا بس نينجا واحد نينجا. في ايه؟ بص بقى تعمل لي فيها جامد تاكل بسرعه. احنا جامدين ومفيش الا احنا. لا انت مش ويتس ده وجود ما تخلينيش اخبطك بالازازه في افوخك. هولد اب افتح. وداخل عليه حظ لو يضربني. استنى يضربني. قمت مديله ده يوم الهنا يوم المنى. لا انا في البيبسي اسال اي حد في البيبسي انا بشرب لي بتاع 6 كنزات في اليوم. حظ بس مش اكتر. لكن لو شدوا عضله فخافنا عضلاته تبان وما انا كسبت. خش عليا بحاجه بقى ايه خفيفه عشان احنا بنيتان. حاجه خفيفه يا خش عليك بطبق محشي ورق عنب ولا مثلا يا خش عليك بطبق محشي ورق عنب ولا يعني ابو زرافه عسل ام اللي جابت ابو سلالم ابوك. لا الجرس بتاع اليومين دول بقى زيه زي شويه ال طعمه وحش صح؟ انا قلت كده برضه. لا انا خدت واحده بيقول وانا ليه موبايل يقفله الواي فاي يفتحه؟ يفتحه تاني مش عارف. هلا لا انت مش هتمشيها على مزاجك. يا رب طلقنا انا فات. ايه
محتاجة حاجة يعني. حاليا انا ايه ده احكي انا بدأتني غير ما بدأت وانا افتحش كيس بتاعي. لا احنا لسه ما بدأناش عيد ال 30 دقيقة او 30 دقيقة الدقيقة من ده. تمام ده دول شوية ما تعرفش ب 3 جنيه كيس. نايس. 3 جنيه ما فيهوش غير 7 18 9 500,000. بص انا بدأت خليك انت تكمل بقى. تعبان بطني تعبان. انت وقعت واحدة يعني حتى لو دخلنا الواحدة دي لا ما تجبس عليا معلش. وبعدين ادي امضتي انت عادي نوشتي ليه ادي امضتي اها كمان واحد اها اها اتمصدت يا سيدي. بس هو اتضمر شوية يا جماعة. جايب قلب كشري قلب كشري. طبعا انا اول مرة اكل الكلام ده. والله دي انا جبتها من شعبيين قوي خلي بالك من عجبك ولا زعيم. جبتها من زمان وكنت عايز لهم اعمل عليها تحدي ولا ريفيو كلهم قالوا لي اعملها تحدي. بس قلت ان دي كميه ضعيفه ان انا ممكن انفض دي. فاحنا ايه؟ اهي جاي التحدي. سبحان الله بينتقم عشر انتقام. ايوه لان بعد ما جبت البتاع دي بيقوم القناه اتسرق. انت حاسس بيا صح؟ اه والله حاسس. اهدى 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 الله يهدى. بس كده يا جدعان وتكون المدعكه اللي حصلت في الفيديو ده خلصت عندي. تلاقوا باقي الجزء التاني هتلاقوا الجزء التاني كله عند ابانوب قناه ابانوب. زول اعملوا له سبسكرايب بقى وروقوا عليه. وبالنسبه للعقاب بتاع الفيديو ده يا انا الكشري عمل لي ايرور في دماغي والله. بالنسبه للعقاب بالنسبه بقى للعقاب هتلاقوه لايف على الانستجرام في نفس اليوم اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو ده. بس هتلاقوه بالليل. امتى بالظبط لسه ما حددناش. بس المهم ادخل اعمل لي فولو على الانستجرام واستنى لايف العقاب في اي وقت. لينك قناه ابانوب والانستجرام بتاعي واكونتات السوشيال ميديا كلها بتاعتي في الديسكربشن تحت في الديسكربشن. روح بقى في فيديو ابانوب نكمل المدعكه دي. Yeah.